ونروح لموضوع تاني من موضوعاتنا الهامة في صباح الخير يا مصر. زي ما احنا عارفين ان فيه اهتمام كبير جدا من الدولة بملف توطين الصناعة وتحديدا صناعة السيارات، خاصة السيارات الكهربائية اللي العالم كله بيتجه ليها حاليا، علشان يعني كده الحكومة شغالة على اعداد استراتيجية لصناعة السيارات وهيتم اطلاقها قريبا. تعمل الحكومة للتوافق على برنامج تطوير صناعة السيارات في مصر من خلال وضع استراتيجية واضحة لهذه الصناعة الهامة والخروج بمجموعة من الحوافز الخاصة بها، سعياً لدعمها والتوسع فيها، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وتناقش الحكومة البرنامج المقترح لتطوير صناعة السيارات في مصر وما يتضمنه من تداخلات مع عدد من الوزارات المعنية، إلى جانب مختلف الجوانب المتعلقة بهذه الصناعة. وترتكز رؤية البرنامج المقترح على إحداث تطوير لصناعة سيارات قادرة على المنافسة دولياً، بما يجعل مصر مركزاً إقليمياً لهذه الصناعة. كما يستهدف البرنامج جذب استثمارات جديدة وتنمية الصادرات، بجانب توفير فرص عمل جديدة والعمل على تطوير سوق محلي تنافسي والوصول بالقيمة المضافة المحلية إلى نسب متقدمة، فضلاً عن إحداث تطوير تكنولوجي كبير في هذه الصناعة الحيوية. وأيضاً تعمل الاستراتيجية على تقديم الحوافز المقترحة للصناعات المغذية للسيارات، بالإضافة إلى فرص الاستثمار في الخدمات الهندسية وكذلك البنية التحتية المطلوبة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية.